بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي هيكون النهاردة إن شاء الله لمباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، وهو اللقاء المؤجل من الأسبوع 26 في الدوري المصري العام الممتاز. طبعا ماتش مهم بالتأكيد، خصوصا بعد نتيجة الماتش اللي فات هنتكلم عليها مع ضيوفنا الكبار. بس قبل ما نتكلم عن ماتش النهاردة عايز أتكلم عن حاجات بتحصل في الفترة الأخيرة، حاجات اللي هي اللي معتادة من البعض. وخلي بالكم لما بنكلم حضراتكم هنا وبنرد، أولا بنرد بكل احترام بكل أدب، تاني حاجة بنرد على يعني ناس معينة أو فئة معينة اللي هي بتحاول تطلع شائعات لعرقلة مسيرة النادي الأهلي. مسيرة النادي الأهلي البطل، النادي الأهلي اللي دايما بطل، اللي ما بيقدروش يواجهوه داخل الملعب بيدوروا على حاجات تانية بره الملعب يعرقلوا بيها مسيرته. بتكلم على الناس المعينة اللي هي بتشكك وبتطلع إشاعات بس، ودي معروفة، يعني قلة معروفة. على فكرة كلنا لينا أصدقاء ولينا أصحاب من الأندية التانية ومن المنافسين، وعلاقتنا كويسة جدا جدا بيهم حتى الآن، والواحد بيعتز بصداقات كتير جدا جدا من المنافسين. مش هنقول منافسين لانهم اصدقاء في الاخر اصدقاء، انما انا بتكلم على قله بتحاول تشوه اي انتصار او اي عمل للنادي الاهلي. مش عارفه تواجهه باي طريقه نتيجه الفوارق الكبيره، فهي بتلاقي مصدر واحد بس تقدر، ويا ريت مصدر ده هي اللي بتطلع الاشاعات دي، هي دي سلاحه لزعزعة استقرار البطل اللي هو النادي الأهلي. لكن ما بيعرفوش لسبب بسيط، ما بيعرفوش لأن البطل ده ورا جمهوره اللي هو دايما سند ليه، جمهوره اللي هو اللعيب والنجم رقم واحد في كل المواقف سواء حلوة أو مرة. ورانا الجمهور ده، ورانا من زمان جدا، ورا النادي الاهلي من زمان جدا، الجمهور ده ورا انتصارات النادي الاهلي من زمان جدا، ورا بطولات النادي الاهلي من زمان جدا، ودي ميزه الاهلي. دي ميزه الاهلي طول عمره. والنادي الاهلي وجماهيره حاجه واحده بس. النادي الاهلي وجماهيره حاجه واحده بس. الجماهير دي كمان عندها ثقه كبيره جدا 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 في نجومها وفي اداره ناديها، في الاجهزه الفنيه، ده مش مجرد كلام. ده يعني شفناه كتير جدا من مثلا طول ما احنا عايشين مثلا من 50 سنه ولا حاجه. انما الكلام بقى اللي حضرتك بتطلع تقوله على السوشيال ميديا وعلى بعض القنوات علشان تزعزع ثقه الجمهور في اللعيبه والاجهزه الفنيه والاداره بالنسبه للنادي الاهلي، اقول لك لا، العب غيرها. ليه بقى انا بقول الكلام دوت يعني وخدتك بس من الماتش شويه؟ لان طبعا حضرتك كلنا عارفين ان اليومين اللي فاتوا مستر موسيماني ادلى ببعض التصريحات لاحدى الاذاعات في جنوب افريقيا. الراجل على فكره انا عايز اقول لكم حاجه على مستر موسيماني، ودي حاجه عجباني فيه. الراجل بيتكلم بكل تواضع وتلقائيه وصراحه، وبيتكلم بكل وضوح، لا بيعرف لا يلف ولا يدور. الراجل اتكلم عن مقارنات بين الاهلي وصن داونز والاجواء، لكن البعض حرف الكلام. ايوه حرف الكلام عشان يقولوا ايه؟ ان مستر موسيماني اساء للاهلي في حديثه، عشان يوقعوا بين مستر موسيماني وجمهور النادي الاهلي. لكن غاب بقى عن بالهم ان جمهور الاهلي واعي جدا جدا جدا، واعي جدا جدا جدا. وجمهور الاهلي برغم من انه كان زعلان الماتش اللي فات، انما ورا فرقته. وحتى لا قدر الله لما كنا بنخسر، او لا قدر الله لما بيحصل خساره، برضه الجمهور ورا فرقته. احنا مش بتاعه بطوله هتنتهي، لا 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 لا، احنا النادي الاهلي بطولات، النادي الاهلي ارقام، مش بطوله وننام 10 سنين، مش بطوله ونفرح كاننا خدنا كاس العالم ونقعد عليها 5 6 سنين، مش ده النادي الاهلي. ومش دي علاقه جمهور النادي الاهلي بلاعيبه النادي الاهلي واجهزه النادي الاهلي والنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واثق جدا 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 في إدارته، في أجهزته الفنية، في لعيبته. فحضرتك مهما تعمل مش هتقدر تعمل فتنة بين جمهور النادي الأهلي وبين النادي الأهلي. الناس دي فشلت بكل الطرق في عرقلة النادي الأهلي في الملعب.
النادي الاهلي عنده حاجات كتير جدا، عنده مبادئ، عنده قيم، عنده روح، عنده رجاله بتعرف تجيب البطولات، عنده منظومه مش موجوده في اي حته في مصر، مش موجوده في اي حته في افريقيا. فعشان كده راح يطلعوا الاشاعات. مره يقول لك ايه ده، في لعيبه في النادي الاهلي مرشحه انها تطلع بره، وبعدين بعد كده قال لك ايه، لا الكلام ده احتمال يعني يتاخر شويه. طيب اللي بعدها، في لعيبه هتمشي لان مستر موسيماني مش عايزها من دلوقتي. يعني احنا عندنا معمعه الدوري وناس جايبه كل البطولات في 8 شهور ولا 9 شهور، ومستر موسيماني هيجي يقول هو ولجنه التخطيط احنا مش عايزين اللعيب ده من دلوقتي، وهو اللي بنفسه يعمل عرقله المسيره. ومره ثالثه يقول لك ايه، اصل في عروض وهميه اللعيبه من جايه من بره عشان يبعدوا اللعيبه دي عن التركيز، عشان يعملوا بلبله في الفرقه. وبعدين مره يقول لك ايه، ده كان في ازمات ومشاكل في الفرقه، مش عارف حصل مره، فاكر لما هو قال لك مش عارف الشناوي ومين وقفشه وشريف، كل ده مش جايب نتيجه. عشان كده هم قاموا بتحريف الكلام اللي قاله مستر موسيماني. طبعا الغرض معروف، الغرض معروف، هو عايز يعرقلك، عايز يحط لك اي حاجه. لان خلي بالكم احنا دلوقتي في اهم مرحله او اهم فتره من فترات الدوري العام المصري، الفتره اللي هي سباق المراحل الاخيره. لما هو لقى ان الموقف دلوقتي الفرقتين قريبين من بعض، هو بقى بيحاول ان هو ياثر عليك بالكلام ده، ياثر عليك بالكلام ده بره الملعب علشان يشوف نتيجته جوه الملعب. مش ده النادي الاهلي، ومش ده جمهور النادي الاهلي، ولا لعيبه النادي الاهلي.